انتم تسمعوا في اي اف ام كويت 9 مروه المعموري من 9 ل 11 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم في كوادنا في 10 و9 دقائق على يفهم أحلى رجو. هذه ساعتنا الثانية. مروة عموري سلام عليكم برشا، نقول لكم صباح النور. الناس اللي تحقت بينا الكل طريق سلامة للجميع، على ميني أسامة صافي صباح النور مرة أخرى. مرة أخرى صباح الفل للناس الكل. والله باش نعاودها باش نعاودها توا إرضاء للإكيب. باش نبدأ باليسار. على يساري الفنان الكبير والقدير والجميل محمد جبالي. جي جي ملكة الترندات وأسامة الصافي. أكيد اللي سنة فيكم في ساعتنا الثانية. عالم العقارات، كان عندكم أي عقار ما تبيعش، عنده برشا أرض دار اللي هو اتبعونا احنا باش نقول لكم كيفاش تبيعوه. فين هايرين؟ إي نعم فين هايرين. سيدون هو صادم أي سينون خبر صادم جينا من المهدية في اس او اس اي اف ام. التفاصيل الكل مع أسامة شوية اخر. سينون سؤال الحصة هو، هل انتوما مع او ضد عملية التجميل للرجال لتحسين المظهر؟ هذا السؤال اللي باش نجاوبوا عليه توت سويت في عطاير. في عطاير اليوم اخترنا ناخذوا صوت مزيان، صوت جديد اول انتاج ليها نسمعوا شويه اخر. معانا ضيفتنا باش تكون معانا عبر الهاتف الفنانه رؤى ناصر. ما قبل خلينا نشوف الشله ليكيب شنو رايهم في العمليات التجميل للرجال. وسام مع او ضد؟ والله انا مع انه انسان يحسن اذا كان فما مشكله. شبيك تضحك بالحق؟ والله انا نعرف ان انت عامل شويه تدخلات. لا بكم قال لك انت تعرف ايه. هيت ما يثبت كله يرجع للتحذيرات حكينا بالضبط. صحيح هي حكيت لها شويه في الاوف ولا قالت لي لا انا ما ننكرش اللي انا حاولت نصلح كلكو سيكاتريس دونفونس اللي هما كانوا مقلقيني في جبيني. ما عندي حتى اشكال، ما تبدلش مظهري كرجل، ما مشيتش نفخ ولا نزيد ولا نفش ولا كذا. سينو في المساله هذه انا مانيش مع المبدا نتاع هل انت مع او ضد. انا مع اذا كنت تكره العشب فلا دخل لك فيما تحبه البقرة. ما عندك حتى دخل، معناها في إنسان يحب يعمل انترفونسيون لا ما يحبش، هذه حرية شخصية. أنا مع مبدأ الحرية الشخصية في أنه إنسان يعمل تدخل. سبحان الله خشمه مايل على اليمين يحب يستويه. راو كي تعمل لاباري في سنيك هذيك اسمه تدخل تجميلي، أنت قاعدة تجمل في الضحكة متاعك في المظهر متاعك. كيما المرأة اللي تعمل نفخ شفاه، انت كراجل تمشي تعمل اباري ولا تبيض ليك كيف وسيما خاف اسالك في كل الحالات انك تصلح حاجه ولا ديفول عملت اكسيدون لطف عليك تشوهت ولا سيكاتريس كما كنت تحكي ماهوش تدخل تجميلي. اما اوكي معناتها ياسر معناتها نشوفه ماهوش داخل في عالم التجميل. انا التجميل اللي نقصده في الرجال اللي نشوفه بوتوكس فيلر كيما احمد سعد توا يتعرض لوعكه صحيه خاطر عمل الفيلا وغيره. جوست خليني نضيف حاجه، فما رجال تجيهم شيخوخه مبكره انه اللي غيد يظهروا لهم في 35 عام. عليه مسكين 35 عام وعنده اللي غيد في وجهه مثلا، عليه ما يمشيش يصلح؟ شنو هو اللي يمنع؟ هل انه انت تنجم تمنع وتقول له لا؟ انت بالعكس انت كي بشتراش تقول له والله ما حليك شنو تبدل فيك؟ فهمني دايوغ ماكش بستعقله. فهمت؟ انا اخويا نقول مثلا قلت لك نحي دي سيكاتريس دونفونس. تحيه كبيره للدكتوره ايمان باشا اللي عملت لي الانترفونسيون واللي رتحتني كانوا عندي كيلكو سيكاتريس ونحت حاولت انها تنقص لي منهم بالكدا وريزولتا كانت مهمه. زاد كيف نحب نحيي امان بوشيبه على الحلاقه الجميله بما انه انا رجعت ديبيوت سومان بالحزامه. دونك امان برافو على المقص الذهبي تبارك الله على صاحبي. به جي جي خلينا نشوف الراي النسائي في الموضوع هذا طبعا بعد نرجع للجبالي. جيجي انت مع او ضد عمليه التجميل او التدخل الجراحي للتجميل عند الرجال؟ انا اول حاجه نحب نقولها باش الموضوع هذايا نتفهموا فيه اون فوا بور توت. راهو ما عادش تقولوا النساء برك يعملوا عمليه تجميل والرجال ديما ما تحكيوش عليهم. يا هذيك بدلت روحها الفنانه، هذيك بدلت روحها. رينا تامر حسني عمل تعريض للفرك، احمد سعد كيف وان شاء الله ربي يشفيها. عمرو دياب ما كانتش ناجحه. عمرو دياب كيف رينا برشا فنانين. راهو الحكايه هذه مش من اليوم، راهو من اصل الدنيا الرجال يعملوا في عمليه التجميل من عهد الفراعنه. ما كانش صحيح فما عمليه تجميل، اما كان فما الراجل اللي كحل،
فما كل فما تجميل يقوم به كما كان قبل لوشام لوشام كم كوا كان يزين تجميل دونك دونك هذيك تجميل. وانا كيما عادتي ما نحكي لكمش مغيرة احصائيات عام ناول 2023 75 مليار دولار تعملوا على تصرفوا على عمليه التجميل، عمليات شفط الدهون وتجميل الانف والصدر كانوا في مقدمات العمليات هذيا. وحسب الارقام وهوني مربط الفرص نتاعنا اليوم 15% من عمليه التجميل يقوموا بها الرجال. وانا الحقيقه مانيش ضد اي حد يقوم باي حاجه تخليه مرتاح مع روحه بالضبط. معناها راه ما يهمكش في العبيد كل سواء راجل والا امراه عندك حاجه مقلقتك والحمد لله يا ربي توا الدنيا تطورت راهو دون ديزون ماش تحكوا عليهم الحكايات هذوما اللي في عاداتنا حاجه في الكوتيديان نتاعنا وحاجه نمشيو نعملوها كل يوم. وحتى حاجه مهمه الاسوام راهي بدات ترخص توا مش كيما اول ما خرجوا الفيلر والبوتوكس والحكايات هذوكما كيما توا معناها هذيك باش يولي العادي نتاعنا. ومن اصل الدنيا راهو الراجل اللي بروحه كانوا رجال يصبغوا شعوراتهم معناها هذه حاجه ماشي جديدة راهو تجميل كان باللي ملي كان فما يعمل المتوفر وقتها المتوفر وقتها فوالا باهي شيخنا منطلع على كومنتاتكم انتم زيد الناس اللي جاوبتونا على الباج نتاعنا فيسبوك راديو اي اف ام شيخ اسامه اقرانا شويه دي كومنتات نشوفوا راي المستمعين في الموضوع هذا. سينا جبالي الفنانين عندي ما نقول انا ليه هكا توا ليه انت علاش عندك كلمه تقول على خاطر كيما كان تحكي جيجيتا وكي نقولوا عمليه تجميل للرجال اوكي الناس كل قاعده تعمل لكن سورتو الفنانين ممثلين ولا الوجوه المعروفه الاعلاميين وغيرهم هما اللي يخضعوا الاكثريه ولا بديت بالتجميل نحكي هوني رجال على خاطر هوني فما إيماج أكيد. الناس هذوما يعملوا يسر على المظهر الخارجي متاعهم في الخدمة أكيد. جبالي هل قمت بعملية التجميل؟ تجميل أنا زاد عندي سيكاتريس صغيرة هاي في جبيني هنا ضربت عليها وقع معناها جوست نقص حكايتك الغرز يتو مرة بركة عملت في جبيني البوتوكس في مصر مرة بركة بار كونتر عملت زراعة شعر انا في حدود نقول اذا باش ما الشكل ما نبعدوش اللي سورتو اللي ربي خلقه لاباس اما كما قال معناها اسامه اذا اكسيدون خصم معوج مثلا فما اللي يصير على الرجال في حدود اما هو ما معروف اكثر خلينا نقول معناها النسبه ماذا جي هنا معناها تعمل دراسه اكيد ما غير ما تعمل دراسه اللي هما اكثر نساء يميلوا لكن نحكي للعمليه التجميل لكن الراجل سيكاتريس بتتر شافت كرش ما يبخل باش يعمل سبور فهم كيفاش بتتر اذا فما اللي اصلا مع تجبين وياسر يعمل لي غير باش يعمل شويه بوتوكس اوكي معناها في حدود جو سي با كونتر انا هني قلت انا شعمل ماهيش حكر على النساء انا اللي غزي في الحكايه هذه ما قلتش حكر أي لكن اكثر نساء اي اللي ديما يربطوها مثالش مره بربي كي تقولوا تامر حسني والله زين ولا خيب نعرفش كيما انتم تحبوا تراوه اما تقولوا لي هو عامل معناها علاش ديما فهمت سخطوا في الممثلين والفنانين ديما يقولوا اللي النساء قاعده تتبدل والرجال لا يا مساعد ترولي هلوسه راه شو معناها هلوسه معناها مراته يولي اللي يدخل موندو ذايا راهو سواء رجال سواء نساء بعد مده باش يخاطر يروحوا يا هلو معناها يولي هوس معناتها سافا انا يلزمني نعاود كان خليت قبل خير ملا نواصل تولي فما مرض ساعات نتيحوا فاكر الناس كل شبه لبعضها ونتيحوا في الاخطاء الطبيه كما احمد سعد ربي يفرج عليه. اسامه نعمل طلع على الكومنتير شنو قال طلع بيان سور نادي جندوبي قالت انا ضد عمليه تجميل للنساء والرجال اون فوا بور توت. سي منجي الهمام يقول الجمال جمال الخالق وليس المخلوق برشا معارضين طبعا لا لخاطر بكل بساطة اللحية هي المصدر الأول لجمال الرجل وليس عملية التجميل. ماهر بن حميدة فما شكون يحكي دينيا عبد الله شاكر يقول دينيا ما لازمناش نبدله في خلق ربي منش نحكيه على تغيير لهنا إذا انعدمت الأخلاق يجب تدخل جراحي. محمد الجازي لازمك ترضى بالصورة اللي أعطيها لك ربي هكا يقول خالد بن محمد والجمال جمال حسن المعامله. محمد امين الويت يقول لهنا ماتت الرجوليه بالنسبه ليه اذا كان الراجل وصل لعمل عمليات تجميل. وميخائيل الوزان يقول شعب مازال يفرق بين المراه والراجل شنو ما يعمل وشنو ما يعملش كل انسان حر في الجسد نتاعه يعمل اللي يحب. فما زاد برشا يقولوا انه هذه حريه شخصيه. هادي علوي تقول شؤون خاصه لا تستهويني ولكن هذه حريه شخصيه لا تخص غير صاحبها. فمش كون رافض الموضوع ويناقش الموضوع من اصله هذا موضوع نناقشوه ولا نحكيوا فيه كل المواضيع قبل للنقاش نورمالمون ولكن تحسين المظهر يبدا عن طريق بوابه الاخلاق. هكا عبد العزيز فزان يقول
وكيف كيف زاد فما برشا يحكيوا على الجمال الداخلي. وكريم تجيو يقول الى السيدات لازم يهتموا بلياقتهم البدنيه اكثر من جمال الوجه. به تختلف تختلف الاراء صحيح نحترموا الاراء الكل، لكن يقعد الراي اللي لازم نعتمدوا عليه الناس الكل، اللي كل انسان حر في روحه طول ما ما ضرش غيره هو حر في حياته يتحمس وريد قراراته. اكيد تمشيوا للفنانه رؤى ناصر او الانتاج ليها صوت مزيان في البرنامج هذا، رانا نحبوا نشجعوا المواهب والاصوات باش ناخذ رايها في الموضوع هذايا. الو عاصمه. عاصمه صباح النور، وايش نحوالك انت في برنامج قد نف؟ انت على المباشر في راديو اي اف ام. مرحبا بيك وكل الحاضرين، وتحية كبيرة للفنان كبير محمد جبالي. يعيشك نهارك زين، مرحبا بيك رؤى. قول بكري في العادة ولا ما عادش بكري برشا توا عاد 10:04؟ لا ليش لا بكري، خاطر الفنانين يقول لك الكل يقوموا مأخر. لا 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 أنا منظمة الحمد لله. روي نحب نقول لك مبروك انتاجك الجديد، نحكيو باكثر التفاصيل هكا في سفيسة على شويه اخر اكيد باش نسمعوا الاغنيه. اما قبل اكيد ما نعرفش، كان ريت سؤال لحسه على الباشتان راديو اي اف ام يقول هل انت مع او ضد عمليه تجميل للرجال؟ الحقيقه اني ما مش ضد، معناها هي في الاخر حريه شخصيه. المراه كعينيه، معناها كيما المراه كيما الراجل، ما فهمش علاش اللي عنده ينجم علاش لا. اما ما جوست من رايي اني يعني ما هكا ما نفضلش تبدا حاجه كبيره، معناها اللي ساعات تقلب بالعكس، معناها تبدل الملامح. اما كي تبدا ملامح مقبوله جوست عينيه وكها، تبدا حاجه كبيره، معناها راكي تبدا اكسيدون ولا حاجه مقلقته هكا في وجهه برشا. اي اما سينو حاجات خفيفه عادي عادي. انا تعرفش نقول بربي ذي توا، خاطر بالحق ذي ديما نقولها، طول ما زلت نفرق بين المراه والراجل لاباس، على خاطر قسما باللي ساعات نشوف حاجات في لي ريزو سوسيو ما نفرقش. البارح برك قاعده مع عمار بفضلها، قلت لها ما بربي ذي مراه ولا راجل، ما عرفتش جاوبتني بالغلط بالتجميل. دونك طول ما دخلناش فك في الثنيه هذيك تقعد حريه شخصيه. مشينا للاكستريم، اي فما الاكستريم نحكيو عليه زاد باش نحكيو الاكستريم. نلقاو روحنا كلنا معارضين انه الراجل يتشبه بالمراه والمراه تتشبه بالراجل. قال لك حريه شخصيه زاد. بالنسبه لي انا تامر حسني كان قبل احلى برشا من عمليه تعريض الفك اللي عملها، معناها فما ساعات رانا ندخلوا في كما قال سي محمد، تحب تولي تعمل 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 كل شيء، وفي الاخر بالكل تلقى روحك تبدلت كاريمون. تامر حسني انا وصلت معناها في وقت من الاوقات ما عادش نعقله الحقيقه، معناها صبغ وعمل كل شيء. انا ديما نقول الحكايه هذه خاصه، وانتم الكل متاكده اللي باش توافقوني، خاصه وقت اللي تبدا فما حاجه مقلقه الشخص تلقاه ملي صغير وعندنا التنمر احنا هذه ظاهره، معناها هو تقام اللي عمره 16 سنة يبدا يحب يبدل خشمه على خاطر في المكتب، وبالحق راهو يصيروا هذوما الكل. شبي خشمك هكيكا، شبي ساقيك هكيكا، شبي دونك تولد له عقده. فما عبيد عرضه، كانت عرضه للتنمر راهو بسبب عاهات هكا تلقاه حتى راهي بوست خاله، راهي تلقاها تقلق كبيره مقلقه سبحان الله. يبدا يقول وقتاش نكبر ونعمل فلوس باش نحيها. صحيت انا نعرف شكون اول ديما تقول اول شهريه باش ناخذها باش نمشي نقد خشمي ونصغر فيه اصغر من اللي نجم يقدوه لي. خلينا نرجعوا لرؤية ورايك وسل في موضوع الحسا. سينو نحب نقول لك مبروك الانتاج الجديد او الاغنيه ليك باللهجه المصريه. محمد تنبع نعطيك الكلمه، ما سلمتش عليها محمد، يقول لي ما قلتش صباح الخير. لا 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 صباحنا ان شاء الله، نهارك زين رؤى. كان جوست نسالها في بخان كمل السؤال لمحمد ميلا. دونك اغنيه خارجه اغنيه مصريه، صوت مزيان ياسر، تا شويه اخر نسمعوها رؤى. اما انا سؤالي هوني اللي يطرح نفسه، سمعناك في تونسي وبرشا شكروا صوتك في تونسي، تصورنا ولا تصورتي اول انتاج باش يكون تونسي، علاش اخترت انها تكون باللهجه المصريه؟ هو الحقيقه اول انتاج، هذا مش اول انتاج، اول انتاج عملته كان تونسي، وعملت حتى جينيريك زنقه الباشا على القناه الوطنيه. اما جوست الاغنيه هذه حكايتها طويله، معني عندها برشا عندي وقت اللي كنت مع شركه معينه قبل، وصار لي احتكار، وكان هذا كتعويض على الوقت اللي ضاع لي اغنياتي نخوهم. وقلت ما في العقد كتير اغنيه من عند ملحن لازم تتغنى باسم بصوت فنانة معينة، معناها فهمت. لكن هذه العودة تعتبر الأغنية لازم يغنيها حد غيري، دونك حسيت انه قيد تهبط، معناها عندها برشا قاعدة تخدم وقيد تهبط في الأثناء قاعدة نحضر الأغنية التونسية.
عندي عراقية قاعدة تحضر وعندي تونسية، لكن الإنتاج اللي جاي باش يكون تونسي بإذن الله. باهي باش نسمعوك في تونسي، الحمد لله خد صوتها بالحق يسمى زين، وحتى في المصري زاد نكتشفوا شوية آخر. لا أنا سؤالي لهنا مروة، مش المفروض إنه الإنسان ينتشر محليا على المستوى الوطني ساعة بعد على ومن بعد يولي يخمم في لكن مشروع راهو التخمام في الانتشار العربي أمر مشروع وطموح وحلم الكل فنان اليوم يحب ينتج، يحب إنه يتعرف على المستوى العربي. لهنا تعاملك كيفاش كان رؤية مع الملحن ومع الشاعر مع الخدمة كيفاش صارت؟ تحكينا شوية لكوليس متاع انتاج العمل هذا. الخدمة كيفاش صارت؟ الخدمة صارت بين تونس ومصر، توزيع مصري والكلمات والألحان والمكساج تونسي و ربيبة وناي وكولا توينسا. كما قلت لك الأغنية هذه كانت تعامل قبل مع شركة مصرية، لكن صارت ظروف وفيت خويا وظروف للمنتج زادة، تعطلت على الأخر وبرشا وقت معناها ضاع، ما صارش الاتفاق اللي فهمنا عليه على الإنتاج. دونك خيرت إنه نبعد ننسحب وخذيت الغنيات نتاعي من حقي معناها نخوهم على الوقت اللي ضاع لي. بي روي انا باش نخليك مع صوت جميل في تونس فنان كبير هو باش يعطي رايه في غنيتك. انا ما عندي حتى دخل، محمد شبيلي سمعت الغنيه اللي سمعتها اكيد. روي مره اخرى مرحبا بيك ونورتنا. انا كي قعدت نزابي هكا على الفيسبوك عندي نهارين فلقيت الافيش وغنيه قلنا لملا وليكيب الكل كما قالت مروة انه هذا في يدخل كذلك في اطار الاصوات الحلوه اللي تستحق وانه يتحكي عليها نشجعوا يتحكي عليها. صوتك حلو انا نعرف ويعرف برشا توانسة وان شاء الله تاخذ ثنيتك، لكن هنا نقول النقطه للاسف بدينا بالمشاكل معناها مشكله الانتاج هنا اللي نحكيوا عليها والتعاقد مع الشركات ويتو ربي معاك ما تستاهلش انت مازلت كي بديت كيما نقولوا حطيت ساقيك، لكن راه باش يعرضوا حكايات كيما هكا منها نتعلموا. اهم شيء ديما نقول انه واحد ما يقفش. انا نبارك لك على الانتاج هذايا وسؤال مروه في محله معنا صحيح، يمكن كانت عندك انتاج هكا لكن ما انتشرش التونسي فمثالش نوعه هكا هكا وهكا. انا نقول لك برافو بون شانس، نعرف المجال مش ساهل لكن العزيمه والعزيمه صوتك حلو يستاهل كل خير. رد بالك في الشواء نتاع غنياتك سواء تونسي سواء شرقي سواء عراقي هذا كله يعني طالب منك تركيز. ما نجم نقول لك كان برافو وربي يوفقك وغنيتك اللي خرجت البارح ما شاء الله مبروك عليك. ان شاء الله مبروك عليك رؤي ناصر باش نسمعوها تو سويت لاول مره على اي اف ام. شكرا ليك نورتنا وان شاء الله نهارك زين. كنا نسمعوا لواحد من الاصوات المزيانه ياسر اللي ما تحكيش عليهم فزم ذاتك حد سقيها هاكا حكينا عليها احنا ان شاء الله يتحكي عليها وان شاء الله الاغنيه تلقى نجاح. عالم العقارات شويه اخر نشوفك فيش نبيعوا عقارنا في وقت وجيز جدا وسيم توا كنا نحكوا على المواقع التواصل الاجتماعي سيلفيات سينو زاد باش نمشيو الاسامه كي كمل السيلفي باش يحكينا على اخبار صادم جينا من الماديه في اس او اس اف ام. خليكم بروشي معنا هذا بلوتو كواد نوف مازالوا كاملين معاكم حتى لل 11. انتم تسمعوا في اي اف ام كواد نوف مروه المعموري من 9 ل 11 نتاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. العشرة وثلاثين دقيقة على اي اف ام احلى راديو هذي كواد نوف. هذا كواد نوف برنامج اللي فيه صفر موجات سلبية. مرور معمورين سلام عليكم الناس الكل واللي تحق بينا. نقولكم عندكم ما تسمعوا في عالم العقارات، كان عندكم عقار عنده مشروع ما تبيعش احنا نجيكم بالحل بيان سور بعيدا عن المشاكل، هنديما مش نجيكم بالمشكل ومن بعد الحل ديريكتومون نجيكم بالحل. في البرنامج هذايا محمد جبالي جيجي وسامة صافي والتحقت بينا يسرى فخي موبيليير. مرحبا يسرى صباح النور. مرحبا صباح الخيرات. لطف عليك صوتك تعب شويه. اي قريب كيما اغلبيه التوانسه صحيت برضه توا ان شاء الله باللطف عليك. الجمعه اللي فاتت الباساج تحكي عليه برشا. اي جونا برشا تليفون. اي برشا تليفون ما شاء الله. دونك الناس تفاعلت ما كانش عندها برشا فكره على عالم العقارات الحقيقه. محمد اول تليفون جاك نعرف ما عندش يكون مع محمد ان خير والله. لا طمعت معنا ما يخوتها شيء مروه. اي هو قال لي الحقيقه اعترف لي انا في بالي عملت روحي ما في باليش. ياسر اليوم حكينا على عالم العقارات بصفه عامه، حكينا الاستثمارات هذوما قداش قايمه عليهم اقتصاد نتاع بلدان قداش يمشيوا
الكو نتاعهم تزيد والارباح تزيد. اليوم باش نحكيو على حاجه ينجم يكون يعاني منها اي واحد من المستمعين ولا عاشها اللي يبدا عنده عقار ارض اي بيان يحب يبيعه، لكن في ظل هالازمه الاقتصاديه اللي سيتون كريز مونديال نحكيو مش كان في تونس، يقعد برشا ما يلقاش منين يبدا، يقعد برشا باش يتباع ما يلقاش شري مناسب او ما يلقاش السعر المناسب. أوفر إيموبيليير موجوده هوني باش تبيع لكم في وقت وجيز جدا، وهذه مشكله خاطر تبعت لي ستاتستيك مع يسرى بيان سور نتحمل مسؤوليه كلامي. يسرى اكيد المشكله هذه تجيكم وتتعرضوا لها، اللي يجيكم برشا ناس يقول لكم راه انا برشا حاب نبيع وما لقيناش باش نبيع. بيه مروه دابور احنا ديما نذكر بيان سور بالاجونس نتاعنا، احنا أوفر إيموبيليير موجودين في حمامات، نمرنا تلقاها موجودين في الصفحه نتاعنا. اللي عنده مشكل بار اكزومبل كيما قلت انت المده نتاع العقار نتاعو طولت شويه، معناتها عنده ان بيان موبيلي كيلكو سوا ابارتمون دار فيلا تيران فونت كوميرس لوكاسيون كل شيء احنا نعملو راهو بيع شراء كراء بناء مش معناتها الفونت اكاهو. عنده برشا ما باعش ولا ما يعرفش قيمه العقار نتاعو قداش، ولا بار اكزومبل ما نجمش يحدد معناها الفالور نتاع التيران هذيك ولا الارض هذيك ولا الدار هذيك، ينجم يكلمنا احنا نتلهو بالحكايه هذه، يعمل معنا كونفونسيون بتبيع كل شيء كونتراكتويل، يعطينا تكليف في البيان هذيك احنا نتلهو بيه ونعطي ولا بيريود اللي احنا باش معناتها نقوموا بالعمليه هذيك وقتاش في وقت وجيز بيان سو كلكو سوا معناتها البيريود. هو اذا كان مزروب بطبيعه عندنا احنا معناتها الطرق نتاعنا، عندنا لي ريزو سوسيو، عندنا لي سبونسور نتاعنا، عندنا فهمت لي كونتاكت زيد سي تو تافي نورمال. ولي كلمنا ويجي بحضينا اللاجونس وبقدرة ربي نبيعوا له البيان نتاعو في وقت ايه. يسرى باش واحد يبيع البيان نتاعو في في اقصر الاجال وتعرف اللي جينيرالمون الناس اللي تحب تبيع يا مستحقة فلوس يا سورتو فما الناس تحب تبيع حتى فلوس تو ولا تحب تبدل بيان اخر ولا تحب تغادر ولا يحبوا يغادروا اصلا ارض الوطن ولا يكبر في الانفستيسمون باغ اكزومبل ولا يكبر. شنو مع الحاجات الاولانيين لازم يركز عليهم؟ انا نتصور اول حاجة اللي لازمك تعرف قيمة العقار بالحق مش وحدة تفتي من راسك. تبيع لا 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 الفوت معناتها يزم يكون موجود ان اكسبير باش يحدد القيمه نتاع العقار كلك سوا دار تيرا كما قلت لك ولا دار ولا ابارتمون ولا فيلا. احنا بحكم الخبره نعرفوا الموقع عنده دور، لا سوبرفيسي عندها دور، وسورتو سورتو لا كوتي جوريديك. اذا كاين يبدا ان بيان والله كلك سوا الفالور نتاعو الكوتي جوريديك فيها اي خلل راهو القيمه نتاع العقار تطيح اوتوماتيكمون مروه. اكيد اكيد ما فيش نقاش فهمت القيمه نتاع العقار تطيح، يلزم يكون كوتي جوريديك نتاعو ريغلو 100% بابيون ريغلو امور واضحه. زيد الموقع يعاون برشا برشا، سينو الموقع راهو سا ديبون انت والكليون. تجي انت حاجه تراها ما تظهر لكش ليك انت فوندابل غيرك يلوج عليها وسي با مارشي اون فان كونت سوق معناتها فهمت. دونك لهنا احنا يحضرنا دوسي جوريديك البروبريتير اللي هو الفوندور يحضر دوسي جوريديك ويجي بحضنا ونشوفوا لامبلاسمون كل شيء وبقدره ربي نتلهيو بالعمليه في وقت وجيز بيان سور سا ديبون. هاني قلت لك راهو هو لي موبيلي احنا شنو احنا عندنا ان بورتفوي كوميرسيال. اذا كان الكليون اللي يلوج على البيان هذاك موجود علاش باش نعطلوه احنا بار اكزومبل؟ ما عندناش علاش نعطلوه فهمت. لكن انا شفت كلكو دوسي وقعدت انا وياك يسرى عملنا ريونيون الكل اللي اكثريه البيان اللي جاك تبيعوا في وقت وجيز جدا اللي ساعات يبدا عنده قداش حتى واحده من بلاك افوندغ وما فما شيء سورتو سورتو انت معاك البلاك هذيك افوندغ ونمر تليفون باش تخلي لي انا ما نستعملوهاش بكل هذيك على خاطر بالعكس انا نشوف اللي هذيك تبعد الشاري ما نعرفش علاش على خاطر فما معناتها الريتم دو ماركتينغ نخدموا بيه احنا هذيك خدمتها معناتها نوتخ سبيسياليتي مروه. هاني قلت لك عندنا ريزو سوسيو نتاعنا، عندنا سيت مبوب، عندنا الباج نتاعنا، عندنا الانستغرام، عندنا معناتها ابار البورتفوي كوميرسيال بالطبيعه نتاع الشركه هذاك ما فيش نقاش فهمت. ديزاني ملي حلينا على البورتفوي واحنا نخدموا دبوشه وغير مروه لو بلوز امبورتون نتاع لي كليون نتاعنا راهو شفت واحد يجيب لك 10 صدقني احنا راهو ما نبيعوش اليوم على خير الكليون هكا هاو في لما يمشي على روحه نو الكليون هذاك دوبوشا وغي يجيب لك اثنين وثلاثه واربعه ومكثر الحلقه بتاع الكنوت نتاعنا نفسهم هما يجيبوا في كليونات هذا لا ساتيسفاكسيون بتاع الكليون بيان سور كي يبدا كليون ساتيسفي شوف يمشي يجيب لك معناتها هو اللي يجيب لك الكليون معناتها يوصلوا صدقني كما قلت لك واحد يجيب وراه 10 و20 معناتها والكليونات يسمعوا فيا يعرفوا الشيء هذا نعرف نعرف شفت لي كومونتير كلمت هذا يقول شنو الهجوم بتاع لي كومونتير الناس كلمت فعلا الحقيقه مع الباساج الاخر. يسرى اليوم نحكيو كيما ارث
كيما دار كيما مثلا عقار مثلا مجهز للكوميرسيال مش كيف كيف مروه بيان سور مش كيف كيف بتبيع تحكي على القيمه انت بيان سور لا لا نحكي على طريقه البيع طريقه البيع معناتها كيما قلنا احنا المده ما فهمتك وطريقه معناتها قداش تاخذ وقت وانا اسهل معناتها هكا ولا هكا ما نجمش نقول لك كيما قلت لك على خاطر راهو المارشي هو اللي يحكم انت والدوموند شنو هو الدوموند اللي عندك فما عرض فما طلب هو سيدي المارشي كيما قلت لك سوق نتاع العقارات في عرض في طلب اذا كانت الدوموند نتاعك دي تيغا راهو في الوقت هذاك باش يخرجوا لي تيرا اذا كانت فما دي سيزون فما اوقات كيما قلت لك احنا رانا نتعاملوا مع تويسا ونتعاملوا مع مواطنينا بالخارج ونتعاملوا مع حتى لي زيترونجي كاريمون معناتها الاجانب ما فهمت دونك انت والطلب هاو جاني باش نعطيك محمد جوست الكلمه ما هو جاني سؤال توا عطاير على الانستغرام نتاعي يقول لك ماك تعرف كيما سوم الذهب وطلعها وهبط والعقارات كيف كيف يقول لك يا يسرى صحيت يقول لك يا يسرى نبيع توا ولا ما نبيعش نحو ولا سوي حتى الكراهب ساعات يقول لك بغيت تبيع كرهبتك توا ولا سوي مثلا ماكش تلقى تشري مخير خاطر حتى تحب تجدد تلقى سوم غالي يجيب لك شيء نفس السؤال جاني توا قال لك هل نجموا نبيعوا توا تنصحنا نبيعوا ولا باهي العقارات راهو ما تحصرهاش بالفصول مروه لا بالعوام ماهوش كيما الذهب الذهب في الشتاء يطيح في الصيف يطلع نو العقارات لا العقارات يلزمك تتبع معناتها الحاله الاقتصاديه نتاع البلاد ما تنجمش تقول انا شريت في الصيف نبيع في الشتاء نو مش هذا مش هكاك الستاتيك لا بالكل العقارات تشري باغ اكزومبل السنه تنجم في نفس العام اللي انت شريت فيه فريمون لي موبيليي طالع بالكدا بالكدا كيما تنجم انت تصبر ثلاث سنين اخرين راه معناتها مش مربوط بالسيزون شنو حوالو الايموبيلي ما شاء الله توجور ايفوليسيون هو راه ما يتيحش بكل بيع على روحنا اللي حبيبي بيع على روحك اما اللي ننصح بيه انك كيف تبيع ما توصل تبيع الا ما تلقاك ديجا حاط عينك على بيع واحد اخر على خاطر باش ما تحلش لا يلزم تنفستي اوتوماتيكمون على خاطر الفالور نتاع الفلوس راه يطيح عند مولاها واللي موبيلي جامي قيمته تطيح كيلكو سوا تبداش حتى ثانيه بالعكس توا سواني هما اغلى من الديار واغلى من الاراضي واغلى من ليزابارتمون دونك ننصح كل واحد يحب يبيع حط عينك على حاجه اعمل سيليكسيون تاع شوا انت تحب تشري وقتها شاري راه ماهوش صعيب تلقاه باش انت اوموا تعمل انفستيسمون تاعك في بلاصتو وما تمشيش تحط فلوسك في بلاصتها ما تطيحش في فلوس القيمه نتاعها اي صحيحه صحيحه هذه اللي انا ننصح بها والله سؤالي هذاك هو اللي كنت باش نسال بالحق والله معنى انا عندي تيران وقتاش نبيع فهمت كيف نقصد مش انا معناه برشا عنده تيران فما شكون كيما قلت اصبر ما برنامجك لازم يكون عندك برنامج سي محمد باش تبيع ما فماش واحد قاعد تحب تبيع تيران لا لازم يكون عندك اوبجيكتيف شو انسان معين عنده تيران في دراسه معينه بقطع نظر مستحق فلوس مش مستحق فمن الناس اللي يجي كيما قلنا ولا حتى سوق الكراب اسكو فما هذه يقول لك لا ما تبيعوش توا اصبر توا مع نحن ديما عندنا حتى يرجعوا للمواطنين بالخارج فما هذه اسكو صحيحه الحكايه هذه فما فتره معينه الفالور نتاع التيران ولا دار اغلى ولا لا ولا ماشي كيكا سدي بون الحمد لله لي موبيليي توجور توجور اون ايفولوسيون نحكيو على خبره نتاع 7 سنين في لي موبيليي دونك راهو لي موبيليي انا جامي شفت اللي هو طاح ديما اون ايفولوسيون ديما في طلوع كلك سوا سيف شتار بيع خريف الفصول الاربعه لي موبيليي ديما في طلوع مي كيما قلت لك راهو باش انت تبيع بار اكزومبل لازمك تحدد برنامج تعمل هدف انت ما توصل تبيع حاجه هذيك لما تعمل بروجرام تاع انفستيسمون اخر هذه النقطه اللي انا ركز عليها بالكدا بالكدا لي بروبريتاري اللي يحب يبيع لازم يعمل برنامج في حاجه اخرى علاش هو باش يبيع هي هذيك فلوس قاعده تولد كل يوم انا نقول فهمت فما سؤال اخر مهم خاطر نسمع بهم في في لي اجونس ما عرفتش انتم تعملوا بها ولا ما عرفتش صحه اصلا المعلومه ولا اللي يقول لك نجي للاجونس الفلانيه نقول خذ البيان هذا وهي نبدلو لا مش مشكل نجم تقبل عليه البيان وتبيع بيان سور افيك بليزير بلا لا خاطر هكا اسهل ياسر يظهر لي هذه طريقه برمي الطرق برمي لي مانيير فما فما مخ وتيران في بلاصه معينه والتيران اللي عنده هو بتاتر زاد بحكم ساعات يقول لك اولادي ولاو يقراو في بلاصه معينه بالضبط حسب نبيع هنا ونمشي ننقل اي سا بو اتر اريفي بيان حاجه محليه على الاخر سهل على الزوز معناها على اللي يحب يبدل المانيير طريقه والهنا السؤال اللي يسالوا فيه اكيد المستمعين الكل يقول لك هل لاجونس كي تقبل عليا البيان تاعي السوم باش يكون هذاك هو السوم اللي باش نبيع بيه اوكا وحبيت نبيعه وحدي ولا باش تنقص الكو شويه باه مش تكلفه في السوم اللي بيعه باه مروه اللي كيما قلت لك نرجع ونعاود نقول لك راهو سا ديبون الفالور نتاع التيران نتاع البيان كيلكو سوا ما نقعدوش محصورين في لي تيران راهو نحكيو على كل شيء تيران ابارتمون دار كيلكو سوا مي طول معظم الانفستيسمون قاعد يصير في لي تيران علاش على خاطر بوتيتر في البري
سي فافورابل معناها حاجه نجموا توا حتى الموظفين الكل تقدر على 40 و50 مليون مانيش نحكيوا على بيدجي كبير ياسر هذاك علاش توا اكثر حاجه مكتسحه سوق العقارات هو لي تيرا مع تليلو دو تيغا بي قلت لي انتو ما تعملوا شانج ولا احنا نعملوا شانج سا ديبون ساعة نوريو للكليون احنا شعنا في في الفترينة بتاعنا ما عندك انت بيانسور احنا عنا بيانسور عنا عقارات احنا نشوف شنو عنا اللي ديستيني افونتر نوريو شنو اللي موجود عنا اذا كان عشبو بيانسور نعملوا شانج نشوفوا احنا زيد المكان بتاعو هو يساعدنا ولا اللي هو نجمو نهار اخر احنا نحطوه في السوق يتباع ولا ما يتباعش ديما قلت لك تو ديبون لي كريتير نتاع لو بيان ايموبيلي هذا نفس الحكاية للديار المشاكة أرابية كهو يا جماعة بيان سور ليشانج يصير لاجونس اليوم يسرى ما تبيعش كهو تكري زيد اي تكري وتبني زيد بيان سور خلي تو ماشيين ديما في الـ في الـ في مش في الدوموند في الاوفر خلينا اليوم نحكيو على الاوفر الناس اللي تحب تبيع الناس اللي حب تبدل مثلا عقار بعقار والناس اللي تحب تكري اي بيان سور ينجموا يجيو للاجونس ويتعاملوا معاك بتبيع احنا شركه عقاريه نعملوا كرا وبيوع وكل شيء بيان سور معناتها انسان تخطو انتوما بازيلي ما في حمامات تعرفوا برشا ديار يمشيو لهم كان في الصيف لوكاسيون استيفال بيان سور وفي الشتاء يقول لك نحب نكريها ومن بعد في الصيف كيفاش تعمل معناتها يجيكم تكريو لو تاخذوا انتوما اون شارج نتسلموا المفاتح المفاتح عام كامل تتلهيو له انتوما بالعقار خاطرنا نعرف جوج ما نتاعها وخرج كاري ودخل كاري هذا هو مروه احنا نتكلفوا بهذا الكل ديجا كيما حكيت لك مش كان في حمامات احنا نحكيو 80% حمامات خاطر نحكيو كوتي لوكاسيون استيفال اوتوماتيكمون مش حمامات حمامات مي حمامات واحوازها معناتها نحكيو ليت نابل كوا نابل حمامات سود نور قليبيا قربه معموره معناتها الكوتي هذاك فهمت صحيت دونك لهنا في لوكاسيون استيفال كيما قالت لك مروه الاتجاه نتاع الناس الكل باش يكون الكابون اللي هو بما فيه الحمامات دونك لهنا العباد تجي تسلم لنا المفاتح نعمل معاهم كونترا انويل خليو عنا نفتحهم احنا نكريو ومن بعد نتحاسبوا معاهم وياخذوا كل شيء وناخذوا احنا كوميسيون تاعنا معناتها تكون طريقه منظمه على الاخر والكليون اوتوماتيكمون يرتاح من جوج مهاديك يبدا متهني علاش يرتاح اي متهني ويرتاح باش نقول لك خاطر سورتو الناس اللي تكري ماك تعرف هكا شيك دو كوسيرمون درا شنو هاو تكسر كي تبدا مبلي تكسر مبلها وتكسر فور والفول والفول والسرقه والدنيا كلها صحيح لاجونس هي تتلهي بهذا الكل وتاخذ مسؤوليتك في هذا الكل ناخذوا الشارج وريسبونسابيلتي في هذا الكل احنا الكليون وقت اللي ناخذوا من عنده المفتاح نعملوا معاينه للدار والا للابارتمون والا للفيلا افيك بيسين بيان سور هذوما لي تروا شوا باش يكونوا موجودين في لوكاسيون استيفال دونك نعملوا معاينه هيك المعاينه هذيك احنا نكونوا معناتها في الاوتور باش كيف نرجعوا المفتاح للكليون تكون نفس اللي موجود في الدار الكله يتلقاه هو بيدو معناتها والا كان حاجه الحمد لله لحد الان امورنا مريقله كان حاجه هلكت يعاودوها زاد ما فيش نقاش بتبيعها مروه اكيد ما تتلهوا انتم بذاك الخطر الدنيا كلها كل شيء كل شيء مشاكل كبيره كبيره برشا صحيح في الـ في الـ في اللوكاسيون عندنا ايكيب تلهي بالانتروتيان بالدنيا هذه الكل شوفوا اون جينيرال مروه اللي خمم باش يمشي يكري اترافير اون اجونس سي كو عارف روحه وعارف روحه منظم وعارف مش كيما يمشي يكري بالضبط اي مسؤوليه تبدا مقننه راهو هو اسهل بيان سور ولازمك تعرف لاجونس تعمها شكون الحقيقه مش خاطر بحذا اوفري موبيليير الحقيقه والله بالحق توا نحي اوفري موبيليير خاطر انا باش جيت للغاديو ولا لنا حكينا برشا وتلاقينا برشا وانا كم بنت الكابون ونعرف معناتها هما شنو في السوق لكن نحين من فما ديزاجونس راهو يقول لك جانا كريتك محمد الكل بعد تصير اي مشكله يقول لك لي مش مشكلتي باي باي ما انا كريتك خذيت الفلوس باي باي تقعد هوني تولي انت في اخذ ورد مع لاجونس بيان سور كون باش نربح نولي انا في مالونتوندو مع لاجونس بيدو مع اللي كري ومعاه وراهو مشاكل ما توفيش دونك صحيح. انا كي نقول لكم كي تمد المفتاح نتاعك تكون متهني على العقار نتاعك ويتحملوا مسؤوليه راهي حاجه مهمه ياسر كيما قلت في اي ميدان فما متطفلين راه بيان سور يروح حل بيرو اجونس معنا تصير برشا مشاكل نتاع كيما قلت معنا السيناتور دو كونترا والمسؤوليه تو هنا الناس يلزم هذاك علاش ماذا بينا ننصحوا العباد يعرفوا وين يمشيوا ويعرفوا مع شكون يتعاملوا ويعرفوا وين يحطوا ساقيهم راهو كيما قلت انت كيما موجود الباهي كيما موجود الخايب مالوغوزمون دونك احنا لهنا الحمد لله وني بيان مريقلين ما عندناش حتى ريكلاماسيون الى حد الان ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن لي كليون الكل كيلكو سوا الشارين ولا البائعين هذا هو مروه دونك فوالا وتعرفوا وين تمشيو بيان سور كي نقول لكم تعرفوا وين تمشيو تمشيو اكيد ماذا بحذا اوفري موبيليير تمشيو اوفري موبيليير وتو شويه اخرى على اي اف ام تي في تحط لنا النيميرو نوامر تنجموا تتصلوا دايغ هاكم موجودين اللوطه النوامر تنجموا تشوفوا نوامر وتتصلوا بهم في بيع ولا في شراء ولا في غيره اليوم حكينا على الاوفر الجمعه الجايه باش نحكيوا على دوموند ان شاء الله وباش نحكيوا على حاجه مهمه ياسر عندنا برشا ما نحكيوا خليني نقول لكم شنو باش نحكيوا الجمعه الجايه باش كلكم بداو تستناوا نهار الاثنين الجاي اللي انت تنجم تشري ارض بزوز ملايين فقط والارض هذيك تدخلك برشا فلوس كي تحب تبيعها اكثر انسان
اكثر انسان يسنى في الموضوع هذا قولي شكون محمد الجبيلي خاطر اليوم في الصباح سالني قال لي تو مره شنو حكايه زوز ملايين تو بالرسمي مره باش واحد يحط زوز ملايين وبعد يقعدوا يكلموا فيه وين من الفلوس وين من الفلوس هذا كل شيء جابك على الاثنين الجاي محمد اكيد وانا انا وقت بقى من الجمعه اللي فاتت حكيت الموضوع هذا اتصلت بها وقلت لها الموضوع هذا كيفاش قالت لي تو كي نتقابلوا اليوم بعد الميسيون في في البيرو باش نحكيوا انا من حبيبي معاكم زوز كلكم زوز ملايين كواد نوف اراضي احنا كنا باش نشوف اراضي معندوك كاين زوز ملايين الحكايه يعني شنو من الانفستيسمون امان ارخص من سوم تليفون سير بالطبيعه ارخص بالضبط بالضبط هذا هو اللي حبيت نقول التفاصيل الجمعه الجايه مع الجمعه الجايه ميرسي يسرى ولطف عليك سرجينا في الفورمه الجمعه الجايه رد بالك على روحك شويه اخر باش نمشيو الاس او اس اي اف ام خبر صادم هذاك عليه اخترنا ان نختموا بيه باش يكون باش يجينا بليتو من المهديه تفاصيل مع اسامه صافي سينو محمد سيتك شفي غنية وحكاية عاد هكا توا الناس ولا تستنى توا لا مش مش فينا احنا بركة في الاستوديو هنا نستنيو فيها جوني برشا مساجات مروة وين غنية وحكاية متاع الناس ولا تستنى في غنية الناس تعود انا بيت عاود بالبغيك ميلا اه غنية وحكاية غنية وحكاية اليوم الفنانة الجمعة الفاتة شو حكينا عليها غنية وحكاية فقلنا نواصل مع الفنانة هذه اللي هي من الأصوات واللي والفنانات اللي استباخت بها برشا أسامة اللي استباخت بها برشا أسامة خسارة مش بربي خسارة أسامة داري حذر في الأسواس وشيد خل مذبية أسامة صافي صافي أنت مطلوب في البلاتي أسامة أسامة وينك يا أسامة فوالا يحذر في تليفون تاع أسواس بهي كي دخلنا شفنا الحكاية ياسر حلوة خلي يسمع الغنية وقتها وتجي تكمل الحكاية اللي فاتت تاع فينك أنت ملا أنت الفنانة الكبيرة فيروز غنية ياسر حلو نعرفوها ونسمعوها ونتفاعلوا معها لكن ما نعرفوش شنو حكايتها حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي لا 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 ديفا لا ديفا الغنية هذه وراها حكاية وراها حكاية أسامة نحبك مقابلني خاطر يهمني أنت زاد تعطيني رأيك تعرف أغنية أسامة حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي بيان سور أكيد جدا من هاردي قلت ما استبختش بفيروز يوميا مش حكيت على وليت فيروز وليت كل أغنية وحكاية فيها فيروز فيروز احنا هنا رحبين محمد رحبين معك حكاية حلوة خاطر فيروز وقت عارفت يعني عاصر رحباني وقت ما زالوا في الفترة الأولى هكا فأعطاها رونديفو قاعد تستنى فيه تحت المطر وخر على الغونديفو تبلت فيروز وما أدرك ما فيروز بالمطر وبعد عرسوا بعضهم قعدت 20 سنة وهي تمعسلوا في الكبدة تتفكرك النهار اللي خليتني تحت المطر نستنى فيك تعود له تتفكر 20 سنة لين حبي يسكر الموضوع عاصي الحلاني بطريقة محلها كتب لها غناية حبيتك عاصي رحباني مش حلاني عاصي رحباني عاصي رحباني فكتب لها الغناية باش يتسكر هالباب هذايا من باب اخر وكتب لها حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي نطرتك بالصيف نطرتك بالشتي وتسجلت الاغنيه وخرجت وقعدت معناها الى الله يلحمي شوك معنا في الاخر ما رضاتش عليه لا 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 سي بعد لا لا هو لا لا محاله فما نوعيه من ساه والله مش كي تعمل لها عشان هو العبره قولي شنو يا محمد قعدت تقنقن 20 سنة خاطر سنين تحت الشتاء احنا تقنقن مرتين في النهار نجم يروحش للدار في الليل هذا وسع باله 20 سنه وفوق هذاك عمل لها اغنيه أم أنا حب نتخيل فيروز ديما عندك التصوير فيروز محلا كيفاش تقنقن محلا حتى تقنقينها تصور معناها معناتها بطريقة فنية محلا ميكو ميم تسمى تقنقين لكن الريبونس محلا وأنه عمل لها الغناية حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي فهذه قصة غناية محلاها القصة بعد في نهاية الحلقة باش نسمعوا فيروز حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي بعد الغناية المزينة الحكاية المزينة هذه ميرسي محمد ولا بالحق محلاهم الحكاية هذوما أمانة وعدت الجمهور اللي جايتنا حكاية صادمة في اس او اس اف ام من المهدية تفاصيل توت سويت مع أسامة أسافي هذه الفقرة لا تمت لواقع البرنامج بالصلة وأي تشابه في الأسماء مقصود صباح الفل مروة مرة أخرى دونك للأسف يجينا خبر صادم من المهدية ولكن في جانب إيجابي كمان لأنه الهناء المعتدي والمتهم في هذه القضية تم القبض عليه في وقت
وجيز وتوا تسمعوا الصدمة كيفاش تم القبض على هذا المعتدي. هو ابن 19 سنة تقريبا من مواليد 2005، للأسف قام بالاعتداء جنسيا على عجوز امرأة تبلغ من العمر 63 سنة، ثم قام بقتلها في منطقة برج عريف من ولاية المهدية. أنا نحب نمشي مباشرة للتفاصيل مع الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية السيد فريد بن شحا. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور، مرحبا بك بضيفك وكيفك المستمعين. مرحبا بك سي فريد. دونك التفاصيل الواقعة ساعة، خلينا نحطوا الإطار الزمني والمكاني للموضوع، وقت صارت بالضبط خلينا نفهمه قبل ما ندخل في التفاصيل. في الواقع صارت فجر يوم الأمس حوالي 6 صباحا، والمكان في محطة المترو في منطقة برج عريف المهدية، وين كانت موجودة الهالكة ربي يرحمها، كانت تستنى في المترو باش تتوجه للعمل في مدينة المنستير. دونك تعرض لها الجادي كما كنت تقول، هذا هو من وليد 2005، وقام بتحويل الوجه نتاعها باستعمال القوة والعنف، وين اعتدى عليها وراء محطة المترو بالطريقة اللي كنت تذكر فيها انت. كانت جريمة بشعة، باش ما نزيدوش الشوكي واللي قاعدين يسمعوا فينا، نقولوا انه تم اعلان النيابة العمومية وتنقل في النيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي والوحدات الأمنية الى المكان، وبدأ تمشيط معناه المكان لإلقاء القبض على القاتل بعد ما عاين الجثة اللي كانت تحمل آثار اعتداء جسدي وجنسي، وعمرها من وليد 1960، أنا حوالي 62 عاما تقريبا. لكن أسفرت معناه عمليات التمشيط على إيقاف 40 مفتش عنهم في مواضيع مختلفة، لأن في حدود منتصف النهار تقدم عم القاتل وبلغ أنه ابن أخوه ابن أخيه كان أبلغ والدي بكون ارتكب الجريمة هذه، وأنه معناها فر إلى مدينة سوسة. يعني عمه، سمحني سي فريد، عمه هو اللي بلغ عليه، عمه هو اللي بلغ هو عليه. وقت اللي هو قال البوه اللي أنا راني ارتكبت جريمة وهرب بالسوسة، عمه سمع بالحكاية وبلغ بالتعاون مع عمه ووالد المتهم، تم القبض عليه. لأنه تنسق بصفة تامة مع الأمن، وتم التنسيق بين النيابة العمومية بالمهدية والنيابة العمومية بسوسة، وتم إلقاء القبض على القاتل بعد ما سهل لهم الوالد نتاعو إلقاء القبض عليه. من الأول أنكر كريمه وارتكاب الجريمة، لكن بمواجهته العديد من الأدلة العلمية وآثار الدم كانت بتقنية نوار دي بلو ستار، على بالأشعة ما فوق البنفسجية، حتى لو كان على شخص ينظف فإنه تبقى عنده ضغط أقبل آثار، كان كله معناه يعني بدنه كله زي ما يتقع نتاع الدم نتاع الهيكة ربي يرحمها. دونك اعترف انه ارتكب هذه الجريمة تحت تأثير المخدرات، هذا مهم، تحت تأثير المخدرات، آفة المخدرات مجددا. ايش احنا نغفل على حاجة أخرى، نغفل على المخدرات قداش مرة معاك، حتى المسكرات هو برامون أنا شرب أنا مواد أنا كحولية، فهمت، مشان مش نعرفها المواد الكحولية الفاخرة، فهمت، وبعد كمل بحبوب مخدرة، ومما خلى وليد أنا عمره 19 عام رياضي. رياضي شو معناه رياضي؟ يعني متحب، شو معناه رياضي؟ يعني كان شامبيون في رياضة معينة، هذا بطولات في ليزار مارتيو في فنون القتالية. خلي طفل لولا تلك المسكرات والمخدرات معناها لما أقدم على هذا الفعل في عمره هو، في معناها لياقته البدنية، معناها ارتكاب مثل ذلك الجرم لولا المسكرات ما كانش، والمخدرات ما كانش يجب يقوم به. هذه معناها رسالة للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا، الأولياء لأولادهم ساعات هما يتجرؤوا وينظمون حفلات تكون فيها المسكرات هذه المخدرات، شو شنو تنجم طعم المخدرات في أنه طفل 19 عام، نقول نعتبره طفل لأنه ذلك تجاوز سنة طفولة بقليل. أول حاجة قطع عن الدراسة، سنين يرتكب الجريمات، سبق أنه دخل للسجن وقعد 10 أيام وخرج بمقتضى القانون الجديد لنجم يخفض. فما عاود معناه. أي ذيك وش أسأل عليها سي فريد، شو يقولوا عنده سوابق ولا؟ ما صارش الردع، ما صارش الردع من دول ورجع وارتكب هذه الجريمة الشنيعة. أنا مع أليه نجم تكلف توا عقوبة الإعدام إذا كان ظافرة. سي فريد دخل السجن، سمحني مرحبا معك مروة عموري. سي فريد دخل السجن المرة الأولى بتهمة استهلاك المخدرات زادة؟ هذه هي الجريمة اللي تهم، معناها مرة مركو دخل فيها المخدرات على استهلاك، دخل فيها السجن عفوا على استهلاك المخدرات، وقضى حوالي أسبوع وخرج.
اي دونك ما رجعنا فماش ردعايا لهنا جوستومون يعني رجع. جريمه بشعه جدا 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 ثلاثه نتاع الصبيح المراه كانت في المحطه هذه اللي تتفرجوا فيها في الصوره مع صوره سيفاريد يعني محطه برج عريفه نتاع الارتيل كانت تستنى بازري كانت ماشيه تخدم ماشيه مش تخدم على روحها توا سيفاريد ماشي لروحها على الصبيح صور مش تخدم المراه معناها هو راهو نزيدك معلومه راهو بل حكيت لكم وراني لطفت تقريبا اكثر من عشر من بشاعه الجريمه هكا ديجا قلبنا احنا في حاله سيفاريد لطفنا لو ماكسيموم مالغري كل الجريمه بشعه المخدرات شنو لازم يوصل الشخص وراهو نقولوا هو قاره تحت تفعيل المخدرات راهو مش مش كله ظرف تخفيف هو ظرف تجديد هي عقاب اخر جريمه اخرى لا حاجه جريمه مستقله وتكون ظرف تجديد في جريمه الاقتصاد معناه هنا سيدي الكريم نرجع للموضوع المشكل هذا كي يتوقف هو يمكن كان خذا عقوبه اكثر مده هو ذي اللي صار واللي صار يوجع القلب يوجع القلب 19 سنة ومستقبل قدامه عائلته مساكن لكن نرجع نقول هنا مشكلة مخدرات اللي قلنا المون يكون قانون صار معنا كي تشد أسبوع 10 أيام ما نعرفش أنا الحيثيات شنية الموضوع بالضبط لكن يعني كان شد أطول شهرين ثلاثة ستة ثمانية شهر ردع ما نتصورش باش يعاود يتجرى يعني مشكل كيما هذه اللي ولد كارثة شو كارثة صار نرجع لك اللي كيليبر تذكر قبل وقتها كان فما عام سجن لكل من استهلك المخدرات صارت عليها المجتمع الكامل انتفض وياسر العقوبة هذه ياسر كان باش تدخلوا أكثر مدة من أجل جريمة أول مرة تخاف أنه هو يحتك بمجرمين محترفين ويخرج لك في جرائم أكثر معناها خطورة وكان زاد باش تخليه ويحس بك الاستسهال هيك شفت النتيجة لا حول الله راي معادله مزوز. طيبه مش صحيح بالضبط سي فريد معادله مش من السهل انه نطرحوها ولا نقولوا ليها وتسهلنا معاه دونك رجع ما تعرفش على على الوضعيه تحيه لوحده الامنيه اللي قبضوا عليه في وقت وجيز طبعًا جدا طبعا تحيه لي تحيه لعائلته اللي تفاعلت تحيه لعمه تحيه لبوه اللي هما كانوا سبب باش القوا عليه القبض الوحدات الامنيه زاده بالفطنه وبالتحقيقات وبالاثباتات العلميه تحيه زاده للنيابه العموميه في المستير والمهديه شكرا سي فريد على كل هذه المعطيات شكرا على انك على الاقل راعيت مشاعر المستمعين نلطفنا شويه من بشاعه هذه الجريمه اللي هي في تفاصيلها صادمه وبشعه جدا للاسف ولكن الجانب الإيجابي أنه كل مرة نسمع أرقام في القبض على المجرمين مستهلكين المخدرات والسرعة سورتو في العمليات هذه وعدد كبير من الحبات المخدرة تم حيازتها وحجزها مؤخرا في ليزالونتور متاع الساحل في مدينة مساكن تتسمع التفاصيل مع زميلتي فايزة العرفاوي ساعتين اليوم مع الناطق باسم الأمن الوطن فوالا دونك هذه اسويس يا فين فهمتوا علاش احنا البرنامج متبري من الحصة هذه من الظالمينك الحقيقة من الظالمينك كنا في مود تحسنا كنا موجات إيجابية جينا للحصة ما هذا وقعنا هذا صاير ما نجمو زادا نمر مرور الكرام قدام جريمة بشعة كما هذية لكن إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله نجمو صالح وتحية للوحدات الأمنية مرسي لتوت ليكيب مرسي أسامة صافي مرسي جيهان جيجي مرسي بوكو مرسي. محمد جبيلي مرسي مروة عموري سلام عليكم الناس الكل نتلقى إن شاء الله في غدوة في حصة أخرى من كواد 9 ل 11 على إي إف إم باي باي